السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وحبايب قلبي على اليوتيوب والتيك توك والتليجرام، حياكم الله جميعا. معنا اليوم أخبار كتير سلبية عن السوق، وأيضا مفاجآت من كراكن ولجنة الأوراق المالية SEC. كان الهبوط أيضا متوقع وتوقعنا احنا بالأكاديمية، وأيضا هنحكي فيه عن تحليل سهم SB500، تمام؟ سهم النمو وجدا مهم هذا. بس قبل ما بلش الفيديو بدي اقول لك، اذا كنت حابب تكبر محفظتك الماليه وتدخل لعالم الكريبتو بالطريقه الصحيحه والاحتراف، تمام، احنا عندنا اكاديميه لتعلم التداول، وايضا جروب وصفقات استثماريه ومضاربه يوميه، ولله الحمد عم بتصيب اهدافها. خلينا نشوفكم باقرب فرصه. فوت فوتك يا معلم. طيب يا ابطال، مثل ما لكم شايفين البيتكوين هابط ل 21.800. جميل جميل البيتكوين، جدا جميل. وايضا مثل ما لكم شايفين البي ام بي هابطه، ليو، جي ار تي، سولانا، كل العملات هابطه. يعني الرخصه فرصه شباب، مين حابب ياخذ؟ طيب يا ابطال، خلينا نبلش الان بالاخبار. طيب يا ابطال، مثل ما بتعرفوا نحن عنا صفقات مضاربة واستثمار، ولله الحمد عم تصيب اهدافها، خدمة تحليل يومي وخدمة الفي اي بي، كتير ناس عم تشكرنا منها. خلينا نبلش الان بالاخبار. طيب يا شباب، معنا اول خبر هو كان الفاجعة عن ساعة الصباح الاولى، عم بيقول حتى ترجمته للشباب، عم بيقول رئيس التنفيذي لكوين بيس انه سمع اشاعة انه SEC بدها تحظر كريبتو ستيكينج، يعني تخزين بالكريبتو، تمام؟ تحظروا، اي حظروا، وين بدها تحظروا يا شباب؟ بدها تحظروا بالولايات المتحدة الأمريكية، اي يعني ما دخلها الدول الأخرى. طيب، تويتر، يعني صار مبارح مشكلة فيها وتوقفت التغريدات وصار كتير مشاكل، بس الآن يعني اتداركوا هالمشاكل، ما بعرف شو السبب، السيرفرات كان فيها مشكلة. الآن هذا الفيديو والله للأمانة يا شباب حقيقي وعم بيصير فينا إجماعين، خلينا نشوفه. مثل ما كنتم شايفين شباب، حطت طلعت إجا لعند الزباين اشتروا، تمام، إنه صار السعر 140 عام 100. هدول الناس اللي بتشتري ومرعوبة من البيتكوين، بالفعل للأمانة هذا الشيء عم بيصير، تمام شباب. مثل ما كنتم شايفين اشتريته منه للصحن 100، تمام، وقعدت له يسلمه وقامت 140. حطيت قديه شباب؟ 350 دولار. الحيتان هيك شباب بياخذوا من الناس اللي بترتعب انه وين البيتكوين رايح لل 16 وبتروح بتبيع، هم الحوتي بيشتري منه، وهذا هو الرعب اللي عم بيصير بالاسواق الان، وهذا الشيء اللي انا دائما باخذه وقت يرتعبوا العالم، لانه عند الازمات تصنع الثروات. طيب، مستثمر امريكي شهير يصدم الاسواق بتصريحات بشان حظر العملات الرقميه. طبعا يعني بالولايات المتحده كثير ناس عم بتقول انه نحظر العملات الرقميه ونحظرها. شباب والله انا في عندي صديقي بالولايات المتحده، للأمانة لا بيقدر يرسل لا بيقدر يستلم بالعملات الرقمية، يعني محظور اوريدي، يعني ما بعرف ليش هيك عم يحكوا. فللأمانة يعني جهل بالتعامل بالولايات المتحدة، قال بيقولوا دورة ديمقراطية. شباب ما بدهم اياكم تستخدموا الكريبتو للأمانة بكل صدق، مشان ما يكون لها خصوصية ويقدروا يتحكموا فيك بسهولة. طيب، باينانس الآن بدبي صارت المدفوعات بالكريبتو، تمام، وحتى بكندا يعني اليونيفرسيتي، الجامعة الكندية، صارت تقبل المدفوعات بالكريبتو بدبي، هي الجامعة، فهذا شيء جميل وإيجابي للعملات الرقمية. طبعا الآن حسبوا بالربع الرابع USDT الشركة ربحانة، بتعرفوا العملات الرقمية USDT ربحانة 700 مليون دولار. نروح للخبر اللي بعد منه. البنك الامريكي عم بيقول انه كريبتو كورنسي از هير تو ستاي، رئيس البنك الامريكي انه العملات الرقميه وجدت لتبقى للابد، وهذا شيء صحيح 100%، واخيرا حكى عاقل منهم وليس جاهل.
مثل ما بنعرف الموقع القديم Local Bitcoin B2B اليوم وقف على العمل وقال لهم للناس معكم 12 شهر لتسحبوا أرصدتكم. شو السبب؟ الله أعلم، لأنه الخبر يعني كان وقعه شوي سيء. الخبر هو كالآتي: إجانا اليوم كريبتو إكستشينج كراكن، منصة كراكن الآن وقفت العمل التخزين، يعني تخزين بالعملات الرقمية ستيكينج ما عاد فيه. ليش؟ هيك بدها SEC لجنة الأوراق المالية بتتحقق شو القصة شو التخبيص. إيه قبل ما تحققوا روحوا حاكموا سام باكمان فريد الحرامي يلي سرقنا كلياتنا. هلأ بنتقل لهذا الخبر، بس لقرأ هذا الخبر الآن نزل عم بيقول نيويورك، مدينة نيويورك عم بتقول الآن أطلقت تحقيقات بالBUSD، عملت الBUSD التابعة لباينانس وأيضا USDB، هدول عملتين ستيبل كوين يعني عملات ثابتة، أطلقوا عليهم تحقيقات. ليش؟ عم بيقولوا في مشاكل بالباكسز كوين ديسك ريبورت، يعني هذا جاي من كوين ديسك هذا الريبورت، إن شاء الله ما يكون مشاكل كتير كبيرة. طيب الآن كتبت أنا للشباب يلي حابب يستثمر الآن يستثمر فقط 30% بأي مشروع بيحبه، تمام؟ وهي ليست بنصيحة استثمارية، إن شاء الله حيحققوا مكاسب. خلينا ننتقل الآن إلى التحليل. طيب يا أبطال، اليوم بدنا نحكي عن SP500، سهم النمو. هو سهم مهم بالعملات الرقمية، إذا ارتفع ارتفعت معه العملات الرقمية، وإذا هبط هبطت العملات الرقمية، وهي عبارة عن 500 شركة بالتكنولوجيا موجودة بهذا السهم. مثل ما لكم شايفين السهم الآن سهم النمو SP500 كانت أعلى قمة 4200، والآن هلأ هو هابط إلى 4067، أمر عادي جداً جداً عادي. فيك الآن تأخذ منه؟ نعم، خليني حدد لك النقطة هون، تمام يا شباب، فيك تأخذ منه الآن إن حابب تستثمر أو تضارب عليه، تمام شباب، سعر كتير جميل. طيب شو هي خطوط الدعم تبعه القوية؟ مثل ما لكم شايفين عنا 3700، تمام، ما بدنا يكسرها، والـ4000 ما يكسرنا إياها، لأنه إذا كسر الـ4000 احتمال كبير يتجه لـ3700. طب شو المستهدفات لسهم النمو SP500؟ المستهدفات الأساسية اللي هو يحاول يكسر لي الـ4000 والـ300، هذا هو. الآن في عنده فجوة سعرية، إن شاء الله بتحقق منه مكاسب، وفي صعود قوي له لهذا السهم وبيصعد معه العملات الرقمية. هذا كان كل شيء معنا من تحليل وأخبار وكتير أمور. خلينا نشوفكم يوم السبت عنا، هيكون في صوت كتير مهم شباب، وأيضا نشوفكم بجروبنا التليجرام مثبت بصندوق الوصف. تحياتي لكم وحياكم الله جميعا.